الله عليه وسلم من سعد عجب العجب. سعد فقط؟ لا، حتى النساء لم يشترك من نساء المسلمين في تلك المعركة إلا امرأة، ولكنها بألف رجل. أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت حبيبها في أرض المعركة قد تكالب عليه الأعداء يمنة ويسرى، رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين وأخذت تدافع عن حبيبها. يقول صلى الله عليه وسلم عنها، اسمعي بارك الله فيك، يقول عنها رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم، التفت يمنه أم عمارة تذود عني، التفت يسره أم عمارة تذود عني. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تمنى يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. قالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أنتم رفقائي في الجنة.